السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت من ناس أصحابي عن المحاية السحرية دي، سفنجة العلبة عندنا هنا فيها 9 سفنجات بتتبل مية ويتمسح بيها الرسومات أو الحاجات الشديدة اللي ملتصقة بالحيطة أو بالرخامة المطبخ أو أي شيء، ومفروض إن هي بتنضفه جدا. فالنهاردة هعمل معاكو تجربة، هشوف هتطلع اللون اللي على الحائط ولا لأ. دلوقتي وأنا بسحب الفوتيه عندي الجلد عشان أنضف تحتيه، فوجئت بالحيطة وراه بالشكل ده، من لون الجلد طلع على الحيطة زي ما احنا شايفين، طلع من الجلد على الحيطة، فطبعا شكله وحش جدا. هجرب معاكم ان انا اشيله بالسفنجة السحرية. طبعا هي بتحتاج تركيز وضغط على اللي فيها اكتر جزء، بتاخد مجهود، مش معنى انها سحرية يعني زي ما كاتبين ان احنا يعني بنعدي عليها مرة واحدة بتنضف، لا. يعني هي شالت اي جزء وانا هكمل معاكم. انا كنت جربت حاجات كتير قبل كده، كلور مع مسحوق، حاجات كتير قوي، فيم، حاجات كتير، ما جابتش نتيجة، بس واضح ان دي بادئة بتطلع، بس محتاجة طبعا تركيز وضغط. زي ما احنا شايفين نضفت جزء نص، لسه النص التاني، بس كمان هنا لسه فيه شوية حاجات بضغط عليها زيادة عشان تنضف. زي ما احنا شايفين الجزء ده خلاص كله اتمحى، ما بقاش فيه حاجة، وزي ما انت هي بتتلاشى واحنا شغالين بيها، هي بتتلاشى. انا كنت بفتكرها هتفضل يعني سفنجة في ايدي طول الوقت، لا دي بتخلص، يعني كل ما ادعك بيها بتتخرم وبتقل حجمها وكده، بس واضح ان المادة اللي فيها فعلا بتنظف كويس جدا. هكمل الجزء الباقي. دلوقتي اهي بعد ما خلصتها، طبعا خدت مني مجهود جامد جدا، ودي بقيت السفنجة السحرية بعد ما خلصت. طبعا الباقي ده بيترمى، اللي كان على الحيطة ده كان شديد جدا، اللي هو لون من الانتري الجلد، جلد طبيعي. فبالنسبة للألوان لو أولادكم بيشخبطوا على الحيطة أو أي شيء بيكون سهل جدا بالنسبة للي أنا طلعته من على الحائط. شايفين يعني في أبصر بسيط، لأن طبعا هي الفوتيه جرح كمان في الحيطة، لما إنما الجزء الأسود اللي كان كبير ده كله روح. ففعلا هي سحرية، بس طبعا مش ان انا بعدي عليه بمررها مرة وكل شيء بيروح، لا، يعني خدت مني بتاع 5 ل7 دقايق
بدعك جامد الحيطة. ده شكل الاسفنجة قبل ما اشتغل بيها، وده شكلها بعد ما خلصت. خلاص شايفين بقت عاملة ازاي. اعتقد لازم نلبس جوانتي واحنا شغالين، لان لقيت على ايدي حاجة زي الجير. انا غسلتها خلاص مكان ما كنت ماسكة الاسفنجة، فيستحسن ان احنا لما نستخدمها نلبس جوانتي بلاستيك علشان نحافظ على ايدينا. الاسفنجة الواحدة دي عملت لي 3 حوائط، هنا وورا الفوتيه ده، وورا كمان الفوتيه الكبير ده. يعني انا عملت ال3 اماكن. ودي صورة بتبين الحيطة شكلها قبل وبعد ما استخدمت الأسفنجة السحرية. أنا مش بعمل إعلان، أنا بس حبيت أشوف النتيجة معاكم في فيديو. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم دوسوا على زر الإعجاب وشاركوه مع أصدقائكم، وإن شاء الله أراكم في فيديو قريب قادم على قناة هناء حسين.